مشاهدينا ومشاهدي اليوم السابع مباشر في كل مكان، صباح الخير عليكم. صباح يوم الخميس 1 مارس 2012، هنبتدي معاكم النهارده عرض صحافه القاهره وكالعاده من اليوم السابع. اليوم السابع الصفحه الاولى النهارده اهتمت بقضيه انور البلكيمي نائب حزب النور وتعرضه للاعتداء وسرقه بالاكراه من ملثمين، والنائب يؤكد المسلحون حاولوا اغتيالي ومنعوا انقاذي، واجتماع للجنه الدفاع بالشعب، ومصدر في وزارة الداخلية بيؤكد الحادث شخصي ولا علاقة له بالانفلات الأمني. كمان اليوم السابع النهاردة اهتمت بمحاكمة وزير الاسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، وسليمان بيقول لو كان غالي طلب فلوس من الاسكان كنت هعلقه في التحرير. وزير الاسكان الأسبق بيترافع عن نفسه بشاشتي عرض وبيقول التاريخ لازم يعرف اللي عملته للبلد. وما زالت ندوات مرشحي الرئاسة في اليوم السابع مستمرة، وصباحي بيقول أنا مع الخروج العادل للعسكري وتحمل المشير المسؤولية السياسية. وعلى الجانب الآخر، 6 سنوات لقبطي بتهمتي ازدراء الأديان وسب النبي عليه الصلاة والسلام في أسيوط. وما زلنا في الصفحة الأولى لليوم السابع، اللجنة العليا للانتخابات انتخابات الرئاسة 23 و24 مايو واتصالات سرية للتوافق على دستور الإخوان والاتفاق على نسب الجمعية التأسيسية و3 مواد في الدستور. التفاصيل هتلاقوها في صفحة 4 من اليوم السابع عدد النهاردة. كمان القبض على قيادي في القاعدة والزيات بيؤكد مكاوي ليس سيف العدل. والحكومة كمان بتتكلم عن فكرة تعديل موعد الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة بما لا يتعارض مع انتخابات الرئاسة. وكمان في عيد ميلاد زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك، الجارديان بتتكلم وفتحت ملف أمس عن سوزان مبارك والترابولسي وأسماء وراء كل ديكتاتور امرأة. ده كان أهم ما جاء في اليوم السابع النهاردة. وننتقل للمصري اليوم، وعبد المنعم أبو الفتوح في أول حوار بعد حادثة الاعتداء عليه، تنظيم بلطجية مبارك يصنع الانفلات الأمني وأؤيد وضع الدستور بعد انتخابات الرئاسة. وحزب النور بيتراجع وينضم للإخوان ضد الجنزوري. وكمان إغلاق المحاكم بالجنازير واحتجاز أعضاء النيابة في ثاني أيام الإضراب، واشتباكات بين الأمن والمعتصمين، واتهامات للشرطة بتحريض المواطنين، ومشاجرات بين المضربين والمحامين. كمان المصري اليوم النهاردة في الصفحة الأولى اهتمت بقضية التمويل الأجنبي والمفاجآت اللي حصلت فيها أمس. قاضي كبير ضغط على قضاة التمويل لإلغاء منع الأمريكيين من السفر فقرروا التنحي، والمحكمة أثبتت في قرارها تلقيها محادثات هاتفية من القاضي وتحديد هيئة قضائية جديدة خلال ساعات. اخر حاجه كمان في اليوم في المصري اليوم النهارده وايضا في الصفحه الاولى، واهتمام بالقبض على مكاوي القيادي البارز في تنظيم القاعده في مطار القاهره. ومصدر بيقول للمصري اليوم المقبوض عليه ليس سيف العدل خليفه بن لادن ومتهم بمحاوله اغتيال مبارك. ده كان اهم ما في المصري اليوم النهارده، والتفاصيل هتلاقوها داخل العدد. وننتقل للاهرام، وايضا الاهرام تصدرت صفحتها الاولى انتخابات الرئاسه 23 مايو والاعاده يوم 26 يونيو واعلان الفائز يوم 21، و10 ملايين جنيه حدا اقصى لنفقات الدعايه الانتخابيه للمرشح، وثلاثة أسابيع لتسجيل الناخبين المصريين بالخارج، وستة أيام لفرز الأصوات. وفي اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الجنزوري تشكيل مجلس قومي لذوي الاحتياجات الخاصة. وكمان قضية التمويل الأجنبي اهتمام مختلف من الأهرام، برلمانيون وحقوقيون يطالبون بإعلان أسباب تنحي المحكمة في قضية التمويل الأجنبي. ورئيس القضاء العسكري 50,000 بلاغ ضد العليمي من عسكريين ومدنيين وقضاء، 50,000 رقم كبير. كمان لجنة من الشعب والشورى لدراسة مقترحات تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. والأهرام كمان بتتابع الجيش السوري بيبدأ هجوما بريا على حمص، والطقس بيتحسن يوم السبت بعد رحيل نوة السلوم.
شيء مبشر يعني على خير إن شاء الله. ورئيس تونس للأهرام الاحتجاجات والاعتصامات خطر على ثورات الربيع العربي. وكمان آخر حاجة في الأهرام النهاردة حريق النخيل والزيتون بسيوة لم تخمده إلا الطائرات. ويمكن هتلاقوا التفاصيل الموضوع ده تحديدا في الأهرام ملف كمان ومتابعات أن الدكتور كمال الجنزوري بيعد بتعويض الخاسرين في حريق نخيل سيوة. آخر جورنال معانا النهاردة هو الأخبار كالعادة، وأيضا اهتم بفكرة انتخابات رئيس الجمهورية وكمان بامتحانات الثانوية العامة، مواعيد موحدة لامتحانات نهاية العام بكل المحافظات، والجنزوري يأمر بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية فورا. كمان بأمر من السلطات القضائية رفع أسماء المتهمين في قضية التمويل الأجنبي من قوائم الممنوعين من السفر، وأسرار تنحي رئيس المحكمة عن القضية. ده موجود في صفحة 3 وصفحة 8 من جريدة الأخبار عدد النهاردة. أيضا الأخبار مستمرة في متابعة مرشحي الرئاسة وتصريحاتهم، وفي صفحة 7 هتلاقوا أكتر من تصريح لأكتر من مرشح محتمل للرئاسة. يعني لو ابتدينا عبد المنعم أبو الفتوح يستأنف جولاته اليوم، وصباحي بيؤكد استمراره في السباق الرئاسي، أما الأشعل فبيقول أطالب كل المرشحين بالانسحاب. أزمة موظفي المحاكم على طريق الحل، مجلس القضاء الأعلى بيقول زيادة رواتب كل العاملين ورفض تعطيل دور العدالة، أمر مهم وإن شاء الله يكون فعلا في طريقه للحل. وأعلى نسبة نمو شهرية في تاريخ البورصة 93 مليار جنيه مكاسب خلال شهرين. أخبار مفرحة يا رب تكون فيها كل الخير لمصر. ورفع الحد الأقصى للمعاش الاستثنائي إلى 1500 جنيه. كمان سعود الفيصل ملتزمون بتقديم 3.7 مليار ريال مساعدات لمصر. وأخيرا سكان التحرير بيطالبون القوى السياسية بتحمل مسؤوليتها في إخلاء الميدان. هنختم معاكم دايما كالعادة بنص كلمة مع الأستاذ أحمد رجب. ويمكن هو النهاردة كان ليه اهتمام خاص بقضية التمويل الأجنبي وما حدث أمس من أحداث. بيقول أعلن المستشار محمود شكري رئيس محكمة الجنايات بأن المحكمة تتنحى عن محاكمة المتهمين بالتمويل الأجنبي لاستشعارها الحرج، وهذا حقه، ولكن من حق الشعب أيضا أن يعرف لماذا الحرج. يعني سؤال بيطرح نفسه في انتظار رد عليه من الأستاذ أحمد رجب، طرحه النهاردة في نص كلمة من جريدة الأخبار. وبكده بننهي معاكم مشاهدينا عرض صحافة القاهرة النهاردة ليوم الخميس 1 مارس 2012. استنونا دايما لمتابعة أهم وآخر الأخبار، واليوم استابع مباشر.